شكرا سيد رئيس. السيدة النائبة، بالفعل يعتبر التبليغ يعني وسيلة من الوسائل التي تصاحب الدعاوى من بدايتها إلى نهايتها، ولا يتصور أن يكون هناك عدالة فيها نجاعة وفيها فعالية إذا لم يكن هناك تبليغ فيه النجاعة وفيه الفعالية. في هذا الصدد إصلاح منظومة العدالة اهتمت بهذا الموضوع، وبالتالي كما تعلمون فإن مرسوما مشتركا تم توقيعه مع السيد وزير المالية من أجل الرفع من الأجور المستحقة للمفوضين القضائيين، وذلك من أجل تحفيزهم على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب. لأن لم نكتفي بذلك، هناك المشاريع القوانين الموجودة وعلى أصلها مشروع قانون المسطرة المدنية، يكفي أن أقول لكم بأن هناك مشروع مادة تقول بأنه ينبغي أن يكون التبليغ بسعي من المدعي أو المحامي عن طريق السهري على التبليغ بواسطة مفوض قضائي. إذن إلا كان هذه المشاكل اللي كتفضلوا بإثارتها كاينة، وأنا متفق معكم على أنها موجودة، فالمسؤول على التبليغ ليس فقط جهة المحكمة ولكن أيضا جهة صاحب الدعوة. لم نكتفي بذلك، بل هناك أقول لك سيدتي المحترمة عشرات الإجراءات بما في ذلك إمكانية التبليغ الإلكتروني بالنسبة خاصة للمدعين الذين سنلزمهم بأن يضمنوا مقالاتهم تحت طائلة عدم القبول عناوينهم الإلكترونية. أكثر من ذلك الآن نحن بصدد. شكرا سيد الوزير.